بقول أسأل. بينتنا بنحكي دائما لبنان بلد الخضار، بلد الشمس، بلد المي كمان، ودائما بنعرف انه المي مش عم نقدر نستعملها مثل ما لازم ولا عم نقدر نستهلكها بالطريقه المناسبه. كمان بينتنا كمان نحن دائما اعتمادنا على الجيل الجديد ليقدر انه يكون عم بيساهم ب يعني اداره الموارد كلها بلبنان، بس بينتنا الجامعات هي هلا يعني المسؤول الاساسي عن هالجيل الجديد. اليوم باستوديو معنا جامعه الايو تي ممثله بدكتور نجيب حداد، اهلا وسهلا فيك، عميد كليه العلوم التطبيقيه بالايو تي. معنا دكتور كارلوس يوسف منسق اختصاص الموارد المائيه بالايو تي، ومعنا ليا زغيب طالبه بقسم الموارد المائيه بالايو تي، صحيح؟ اهلا وسهلا فيكم. وموضوعنا هو مشروع توفير وتوعيه للمياه ببلده حماه، لنشوف ليش اخترتوا بلده حماه كمان. بس بالبدايه دكتور حداد، ايو تي اهتمامها يعني بالعمل الاجتماعي او بتقريب الطالب من مجتمعه، يعني وهالخبره اللي دغري عم ياخذها هو وبالجامعه بمشاريع كبيره، واليوم المشروع هو بالتعاون مع اليو ان دي بي، يعني مشاريع صح. تطبيقيه على الارض ويعني بتمس الدولة ككل. صح، بداية بدي أعيد الناس بالنهار العالمي للمي يلي مساقب اليوم، وأهمية المي بلبنان يعتبر من أهم الموارد الطبيعية بلبنان. بلبنان عنا ثلاث موارد أساسية، عنا البترول يلي بعد ما نقبنا عنه، عنا المي يلي هو عم نهدره إذا بدي كل سنة، وعنا المورد الثالث يلي هو البيئة اللي عنا إياها بلبنان مستعملها أكثر شيء بالسياحة. هلا الجامعات بالقرن ال21 ما بقوا جامعات اكاديميه بحت، الجامعات بالقرن ال21 بيهتموا بالاكاديميا وبيهتموا بالتنميه الاجتماعيه. استراتيجيتنا بالاي تي بكل الاختصاصات اللي موجوده بالابلايد ساينسز او بالعلوم التطبيقيه، جزء منها اكاديمي وجزء منها تنموي اجتماعي. جزء من هيدي المشروع عم نعمل تعاون مع الجهات يلي بتتعاطى بموضوع التنميه الاجتماعيه اللي هي اليو ان دي بي ووزاره الطاقه تحديدا، يعني بهذا المشروع. المشروع هو بمنطقه حماه ضمن اختصاص الموارد المائيه يلي موجود بالايو تي، ومقسوم على ثلاث اقسام، وهلا ليا بتحكي بالتفاصيل عن المشروع وبتحكي عن خبرتها بالمشروع. وهو ضمن اختصاص الموارد المائيه يلي استراتيجيته يعلمه التلميذ شو هي الموارد المائيه، كيف بنعمل لها اداره بلبنان، كيف نستثمرها، لانه سوق العمل تبعها كثير كبير. وبيحكي دكتور كارلوس عن التفاصيل تبعها. دكتور كارلوس، يعني موارد مائيه شو يعني، ومن هن الطلاب يلي مهتمين بهالنوع من الاختصاص، وكيف بتجرى يعني توعيتهم او ارشادهم بهال صح. نحن مثل ما بتعرفوا بلبنان من البلدان غنيه كثير بالمي، ويلي حوالينا عم نشوف انه عم يصير في حروب على المياه من البلدان المجاوره حوالينا. نحن التقينا والجامعه الاي او تي، الجامعه الامريكيه للتكنولوجيا، كانت سباقه بهذا الموضوع. فتحنا اختصاص موارد المائيه يلي هي في التلميذ من ترمينال ديريكت بفوت بيعمل اختصاص 3 سنين، بنعطيه الخبره اللازمه تقدر يفوت على سوق العمل. بينما قبل كان بده يعمل هندسه اللي هي 5 سنين تقدر بعدين بيطلبوا منه يعمل ماستر تقدر يرجع يفوت على شيء خاصه باختصاصه، وبيبقى ثانوي هالاختصاص، وبيبقى ثانوي. الفوكس نحن كان على هذا الموضوع. ليش؟ لانه ارتقينا شفنا بلبنان انه اجتمعنا مع وزاره الطاقه، وزاره البيئه، مع المنظمات العالميه الكبيره اللي مثل يو ان دي بي، دبليو اتش او، كل هدول منظمات عم تدعم لبنان بمجال المي، وعم بيقولوا لنا انه في نقص كثير قوي عندنا بهيدا المجال. سو نحن عم نعطيه هالفرصه للتلميذ، بيعمل 3 سنين حد يعني مش عم كمان الفوكس تبعنا عم بيكون انه التلميذ يطلع بارع بال كل شيء تقني على الارض، يطلع قوي فيها. مشان هيك بيعمل كورس حده دغري بده يعمل الابلكيشن باللاب يلي عنده اياه، وبثالث سنه عم نعمل له تريننج ل6 شهور، هيدا مع منظمات الكبيره، مع شركه خاصه بلبنان، مع وزاره الطاقه ووزاره البيئه.
ليا كطالبة بالموارد المائية قسم الموارد المائية بالأيوتي، اليوم مشروع ببلدة حماد، أنتم كطلاب عندكم هالعلاقة مع المنظمات العالمية مثل ما عم بيقول دكتور يوسف، وهيدي كمان بدها خبرة معينة، وعندكم العلاقة مع أهالي والمجتمع يعني المدني يلي كمان في طريقة كمان للتعاطي معهم غير موضوعكم الأساسي اللي هو الموارد المائية، فعندكم هلأ خبرة بأكثر من مجال بهالإطار. صح، نحن أكيد عنا خبرة كتير بالمي من قبل، من وراء تعليم من قبل دكتور كارلوس دكتور نجيب، بس الخبرة الأكثر يلي صارت وقت نزلنا على الفيلد من بعد ما عطونا القصص اللي لازم نعملها من اليو ان دي بي، على 3 سنين صار له ماشي البروجرام الانترنشيب. أول ستيب كانت أنه ناخد إحصاءات بمنطقة حماد، وأهل الضيعة كانوا كتير متعاونين معنا، فتنا على كل بيت، كانت توعية أكثر من ليه اختيار لمنطقة حماد بالتحديد؟ لأنه المنطقة الوحيدة المنطقة اللي عندها عدادات مي، اخترت منطقة عندها عدادات مي بكل بيت في عدادات مي. صح، صوت أخذنا إحصاءات خلصنا كل شيء، هيدا كانت سنة الماضية. هلا السنة نحن هلا بالبروسيس إنه نركب لهم ديفايسز لكل البيوت، صرنا قاطعين على تقريبا نص المنطقة، ومبدئيا وقت نخلص بضل في بعد فترة المراقبة يلي هي بالصيفية الوقت الأكثر شيء بيصرفوا فيه مي، لسنة الجاية بنرجع نشوف الفرق، بنعمل إحصاءات من أول وجديد، نرجع نشوف الفرق بين قبل وبعد ما ركبنا الديفايسز. شو طلبتوا من الأهالي؟ طلبنا إنه وقت نركب لهم ديفايسز يضلهم هن متابعينهم، نحن اكيد حنتابع الموضوع كل جمعتين بهالوقت هن يكونوا عم يوفروا بالمي؟ نعم، ما بيوفروا، التوفير ما بيكون منهم، التوفير بالديفايسز اللي عم نركبهم. اوكي. هن اللي هن عباره عن شو هالديفايسز؟ مثل فلتر، وقت تركبيه على الحنفيه او على بكل البيت ما بخفف من ضغط المي، بس بخفف من الكميه يلي عم تنزل. تبع الحمامات بخففوا مثلا 15%، تبع المطبخ 40%، حسب الاماكن اللي اكثر شيء بيتم استعمالهم واستهلاك المي فيهم. كمية يعني المي اللي عم تنزل منها الديفايسز بيوفروا فيها بالوقت اني مش بحاجه الكميه اللي بتنزل. صح. عاده هيك يعني الاهالي مثلا ببلده حماد او يعني اللبنانيين عامه دائما يعني بالتنظير دائما مهتمين بانه ضروري انه يكون في توفير. صح. بالمياه هون هذا حافز جديد لانه يكون في وعي على هالموضوع. عم يعني نفرجي عمل تطبيقي على الارض، والمعلومات اللي رح تطلع رح يطلع فيها مثل توصية للدولة كيف فيها تعمل ترشيد لاستعمال المي ويتعمم المشروع على كل البلد. يعني هلا هيدي اتس بايلوت ستدي، يعني دراسة محصورة بمنطقة، إذا بينت فوائدها وتوفير مصاري على الدولة من ناحية استعمال أو هدر المي هذا الموضوع رح يتعمم على كل البلد. هلا اللي كمان حابب شدد عليه هو قصة الكونفرنس اللي عملناه بالجامعة يلي هو اسمه The Economics of Water Resources يلي ذكر عنه دكتور كارلوس. الفكرة كان أن نجيب ناس من جهات القطاع العام والقطاع الخاص والجهات الداعمة بموضوع المي لحتى نفرجي وين سوق العمل، وليش عم نشجع هالأشخاص أنه يفوتوا، وليش عايزين ناس عندهم خبرة بموضوع موارد المائية بلبنان. تبين انه سوق العمل بلبنان جروسو مودو اذا بدنا نحكي بهالطريقه قيمته 2.5 بليون دولار بيتراوح ما بين الوظائف والانفستمنت، وكله له علاقه بالووتر كواليتي اند ووتر مانجمنت يلي هن اكثر شيء فيلد الاختصاص اللي موجودين. الووتر مانجمنت اكزامبل على هذا الموضوع او مثل على هذا الموضوع هو اللي قاموا فيه ليا وجاري وميليسا اللي موجه لهم تحيه، موجودين اليوم بوزاره الطاقه ليحتفلوا بعيد النهار العالمي للمي. بقى هيدي من ناحيه، من ناحيه ثانيه الجامعه داعمه كثير هالاختصاصات الجديده بفاينانشال ايد، يعني اذا بنطلع شو عملت الجامعه السنه كايو تي صارت حاطه تقريبا بادجت مليون دولار فاينانشال ايد من جامعه ما عندها دعم خارجي، هيدا عم بيكون الدعم من قبل الجامعه للتلميذ ليفوتوا بهالاختصاصات لانه محتاجين لهم بسوق العمل. بس كمان هالبروجكت اللي عم تحكي عنه ليا نحن عم نحكي عن توفير، بس هو المشروع بحد ذاته مكلف. صح، في انفستمنت بده ينعمل يعني بالاول. مزبوط، مشان هيك نحن كان مع في اليو ان دي بي هي كانت الدعم الاولي، وكمان في بلدان اوروبيه هن بالاوروبيان يونيون هن كان وراء هذا المشروع تحت يتحقق وتحت ينجح. نعم. تحت يتوسع اكثر. اللي قد ايه بتعتبري انه نجحتوا لهلا؟ لهلا
إذا بدك كبرسنتج فيك تقولي 80%. الفكرة كانت توعية أكثر من توفير، يعني بعد ما بين النتيجة تبع التوفير لسنتجة مثل ما قلت لك، بس كتوعية العالم كثير عم بيحبوا الفكرة، عم بيتقبلوها أكثر ما توقعنا. بالنسبة لمنطقة مثل حماد كثير عم بيكونوا متجاوبين معنا ولحديت هلا كثير منيح. شو الخطوة الثانية هلا؟ هلا بدنا نخلص تركيب كل الديفايسز بالمنطقة كلها، وبدنا ننطر كل الصيفية حتى لنشوف قد ايه عم بيستهلكوا هن مي، قد ايه فرقت بين صيفية الماضي وهيدي الصيفية، بنشوفوا هيدا بإحصائيات سنتجة. في حال نجحت هالخطوة ولقيتوا انه الفرق يعني بيحرز، شو الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها بدنا أول شيء نعلم الدولة عن النتائج تبعها، وبدنا نعمل عليها دراسة أكيد يعني كببليكيشن وتغطية إعلامية لحتى نفرجي أنه نحن بالبلد نقدر نهتم ببيتنا الداخلي، منا عايزين خبرة من برا أو منا عايزين ناس من برا يجوا يقولونا كيف بدنا ندير البلد تبعنا، بالأخص يلي هو المورد المائي يلي أهم مورد بالنسبة لنا. هلا تاني شغله بدنا نطلب من المدارس ومن الدوله تدعم هالاختصاص لنقدر نحط بالسوق ناس اكثر بيهتموا بموضوع الموارد المائيه. هيدي شغله بتاخذ شويه وقت، بس لانه عندنا احتياج كثير كبير لموضوع اداره المي لازم نتحرك ندفع بسرعه. رح اعطي مثل، وانتم ذكرتوا بالام تي في من فتره عملتوا ريبورتاج عن قديش عم بيصير في هدر بالمي. بدي زيد شغله وحده بس ملفته، لاحظنا السنه والسنه الماضيه واللي قبلها في كثير وحل عم بيكون مع المي اللي عم تنزل. هيدا مش بس رح يأثر على تصحر الجبل، يعني هالوحل يلي مفروض يكون رمل بالجبل عم ينزرع فيه وشلوش الشجرة تحافظ على المي وتقوي لنا مخزون المي الجوفية، هالمي الوحل اللي عم تنزل على البحر عم بتغطي إذا بدك السيرفس تبع المي يلي هي الأرض تحت المي، عم بتروح من الثروة مش بس المائية، عم بتروح من الغذاء أو الشجر أو النبات اللي موجود تحت تحت البحر، وهذا عم بخفف من ثروة سمكية. مش هيك بنلاحظ هلا إذا بدك بسوق السمك ما عم بيكون في كتير مستورد أكثر ما هو موجود لوكال. بالختام دكتور يوسف، يعني قسم الموارد المائية باليوتي عنده هالبروجكت هالمرة، بس أكيد في مشاريع تانية كمان بتكونوا عم تحضروا لها. صح، نحن هلا كمان بصدد إنه عم نخلق قسم للأبحاث خصو بس بالمياه، وهيدا عم نشتغل رح يكونوا بروجكت كبار، يعني هيدا كان بروجكت على مستوى نطاق معين، فايتين ببروجكت اكبر واكبر، وهدول رح نعلمكم عنهم. نعم. تلك ايام طبعا الاقسام الثانيه كمان بالايوتي عندها مشاريع ونحن كمان مواكبين. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. مشاهدينا هلا وقفه وبنرجع نتابع.